السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. مرحبا بكم في وصفة جديدة تحتار المرأة بين الوصفات الكثيرة لحل مشكلة تعاني منها بشرتها، وتتمنى لو هناك وصفة واحدة تقضي على كل المشاكل وتوفر عليها الوقت والمجهود. واليوم وجدنا لك هذه الوصفة الرائعة التي نصح بها العديد من الأطباء والأخصائيين التجميل، وهي بسيطة تعتمد على مكونين أساسيين وهما الكركم والفازلين. يحكي كثير من السيدات والبنات عن تجربة هذه الوصفة ويقولون أن نتائجها سريعة جدا وتظهر من أول استخدام، وتعمل على تفتيح لون الوجه والجسم، أيضا القضاء على الهالات السوداء وآثار الحبوب في الوجه، تفتيح المناطق الداكنة في الجسم، توحيد لون البشرة. وستلاحظين أيضا نعومة ولمعان بشرتك من أول استخدام. إذا كنت من أصحاب البشرة الحساسة فيجب عليك تجربة الوصفة أولا على منطقة صغيرة من الجسم لمعرفة مدى تحسس الجسم من مكونات الوصفة قبل الاستعمال. بالنسبة للمكونات التي سنحتاج بالضبط في هذه الوصفة، نحتاج إلى فازلين من الصيدلية، مقدار ملعقتين من الفازلين، وملعقة كبيرة كركم للجسم يوجد عند العطار. ملاحظة هامة بالنسبة للكركم، فكركم الجسم يختلف عن كركم الأكل، فالأول سهل إزالته على الجسم ولا يصبغ الجلد بالأصفر كما يفعل كركم الأكل. بالنسبة لطريقة التحضير، نقوم بخلط الكركم مع الفازلين حتى الحصول على خليط متجانس. من الضروري شراء الفازلين من الصيدلية. بعد الحصول على هذا الخليط المتجانس، نقوم بأخذ هذا الخليط ونضعه على البشرة ونقوم بالدلك بشكل دائري لمدة دقيقتين. بعدها نترك هذا الماسك على البشرة لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين. بعد مرور هذه المدة نقوم بأخذ منديل ونقوم بمسح هذا الماسك من على البشرة، وفي المرحلة الموالية نقوم بالغسل بالماء الدافئ والصابون السائل الخاص بالوجه، وفي حالة عدم تواجده يمكن استعمال صابون الغار أو الصابون الطبيعي. من الأفضل عدم التعرض لأشعة الشمس أثناء استخدام الوصفة. أفضل وقت يمكنك استعمال الوصفة هو الليل ثم الاسترخاء. أتمنى أن تكون قد أعجبتكم هذه الوصفة. شكرا على تتبعكم. إذا أعجبكم هذا الفيديو، ما عليكم فقط عمل جيم لهذا الفيديو وبارتاج ليستفيد منه الجميع. يمكنكم الاشتراك في القناة للتوصل في جديد القناة، وذلك بالضغط على زر أبوني. شكرا على تتبعكم. للمزيد من الوصفات زوروا الموقعين chefmariam.com، أيضا موقع شهوتي.com. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم وحلقة قادمة بإذن الله.